انا عايزه اشير لحاجه تانية حصلت منذ قليل. منذ قليل كان في كاريكاتير مسيء جدا، مسيء جدا للمملكه السعوديه ولمصر وطبعا لترامب، بس انا بتكلم على ده، وانا مش هذيع هذا الكاريكاتير لانه ما اقدرش ازيع حاجه مسيئه واعيدها مره اخرى. نزل فين؟ على الجزيره. الكرتون بدون يعني ما افسر بيتكلم على انه واشنطن او ترامب والرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين الثلاثه متصورين بشكل كرتوني كده، وان الثلاثه بيعملوا اخبار مفبركه. بعد ما نزل الكاريكاتير على طول على الجزيره، يعني ده في اصرار، ده في اصرار على انا مش عارفه اسميه ايه، في اصرار على العداوه، وفي اصرار على تجاوز حتى حدود الادب وتجاوز حدود الاخلاقيات الطبيعيه. يعني حتى لو احنا اتخانقنا خناقه سياسيه بس احنا بنتكلم في تجاوز حدود الادب. خرجت الجزيره من دقائق قليله وقالت انه الكاريكاتير دي يعني انتوا فهمتوه غلط، احنا اللي فهمناه غلط، وانه تم حذف الكاريكاتير اللي اسمه اخبار مفبركه، وانه الجزيره ما قصدتش الاساءه لخادم الحرمين الشريفين، وما حدث من ربط لبعض هو اصطياد في الماء العكر. احنا اللي يعني الناس اللي بتبص على الكاريكاتير اللي فيه صوره الرئيس السيسي بشكل ما وفيه صوره خادم الحرمين الشريفين بشكل ما، هي الناس دي اللي فهمت غلط، هي الناس دي اللي عقلها مركب غلط. لكن احنا في الجزيره احنا قصدنا طيب، احنا لما بنتريق على الملوك والرؤساء العرب احنا قصدنا لطيف، احنا ناس دمنا خفيف، احنا بنقول كلام ده عادي، يعني ده الطبيعي بتاعنا، وانتوا اللي بتفهموا غلط. وعموما احنا حذفناه يا جماعه، احنا بس بنشتم وبعدين بنحذف، احنا بنشتم وبعدين نقول اوبس ده احنا ما قلناش، ده تم اختراق الموقع، احنا بنقول هنسحب السفر وبعدين نقول اوبس ما حصلش والله. يعني لو نبطل نكذب بس، ده احنا في رمضان حتى يعني جربوا تبطلوا تكذبوا شهر، يعني جرب كده، يعني اتمنى قناه الجزيره شهر واحد، قطريين يعني الاداره القطريه شهر واحد تتوقف عن الكذب، شهر واحد عشان بس الذنوب، عارف الذنوب طويله كده، فيعني شهر واحد نبطل نكذب، شهر واحد ما نقولش كلام ونعكسه بعدها بثواني، شهر واحد نبطل نعدي حدود اللياقه والادب، اللياقه والادب. وانا ما بستخدمش لا في رمضان ولا غير رمضان الفاظ اكتر من كده، اللياقه والادب.